السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ومتابعين إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا ورد الآن. الخبر يقول: البحرية اليمنية تحتجز سفينة إسرائيلية في أعماق البحر الأحمر. وإلى التفاصيل. تحدثت وسائل إعلام عبرية عن استيلاء الحوثيين على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، وقال موقع والا الإسرائيلي إن الحوثيين هاجموا سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية، ونقلت عن مصادر إسرائيلية تأكيدها حول استيلاء الحوثيين على السفينة في البحر الأحمر. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه قوات صنعاء عن بيان خلال الساعة القادمة. تحدثت الأنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية غالاكسي ليدر على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصا، وكانت قوات صنعاء قد أكدت أنها ستقوم باستهداف السفن التي ترفع الأعلام الإسرائيلية أو التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية. من جانبه علق الجيش الإسرائيلي على اختطاف قوات صنعاء سفينة مملوكة لسفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميا، موضحا أن السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين. انتهى الخبر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.